أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. بعد أن تحول العالم إلى قرية صغيرة بفضل التكنولوجيا، اتسعت دائرة التواصل، تواصل الإنسان أضعاف المرات مع الأشخاص في محيطه، فأصبحت ذاكرتنا مطالبة بجهد كبير في قراءة الوجوه وربطها في الملامح، وهو ما يضعنا في مواقف حرجة في كثير من المرات. اليوم مشاهدي الكرام حنفهم المزيد عن مهارات تساعدنا في تجاوز هذه المشكلة مع ضيفنا الكريم في الاستوديو. احنا معنا مستشار التطوير الشخصي والمؤسسي الاستاذ طراد باسمبول. سعد مساك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. ايش اخبارك؟ والله انا كويسة، بس بصراحة انا مبسوطة ان احنا طرحنا هذا الموضوع. عارف ليه؟ بتطيح فيه كثير جدا جدا. انا بضطر ان انا اسلم على ناس حقيقي انا ما بعرفهم من هم ومش عارف ايه، وانا فعلا بتقول لي الست مثلا انت نسيتيني، انت ما انت عارفاني. لا لا، ابدا انا عارفك كويس. فهنا المشكله تراد، يعني كيف الانسان يقدر يعالج يعني من هذه المشكله، او يعالج نفسه من هذه المشكله؟ جاهزه؟ الله يستر. بسم الله. ابداي. زرع، بومه، شجره، بسه، قمر، نهر، جبل، نجوم، فأر، غيوم. هذه 10 أشياء. عيديها. زرع. مش بالترتيب. طيب. لازم. زرع، شجر، غيوم، مطر. جايبها منين دي؟ ما في مطر. يمكن طيب. عشان الأجواء خارج الآن. ممكن. طيب. غيوم. قلتيها. قلت غيوم. خلصنا. خلاص. واحد، اثنين، ثلاثة من عشرة. طيب لا لا كويس، هذا طبيعي ترى على فكرة. ليش خلود؟ إيش اللي ساير؟ لما نتكلم، لما نسمع أحد، إحنا حننسى 50% من اللي سمعناه خلال 4 ساعات فقط. تخيلي نص اللي سمعتيه راح عشان بس اعتمدتي على حاسة السمع. إحنا عندنا حواس مختلفة، الحركة، النظر، السمع، الكلام، هذه كلها أنت بتقدري، هذه كلها لها محركات في الدماغ. فتخيلي واحد جالس يبغى يمشي، مين حيمشي بسرعة؟ اللي بيمشي على رجلين ولا جالس ينقز على رجل واحدة؟ لا، اللي جالس مش على رجلين. فانت عندك محركات كثير في الدماغ، عشان تقدري تستوعبي لازم تشغلي اكثر من محرك في الدماغ. لما تستخدمي بس السمع، طب الان خلينا نتخيل نستخدم البصر. اوكي، تخيلي رسمه قدامك. اوكي، فيها جبل، جنب الجبل في نهر، جنب النهر، النهر ايش يسوي؟ زرع، والزرع جنب طالع شجره، الشجره عليها بومه، وفي قمر في السماء، وغيوم ونجوم، عرفنا السماء. طيب بعدين في بسة وفار. أعطيني هذول الآن، تخيليهم في صورة. ممكن تعيدي دحين الأشياء اللي سمعناها؟ لا. في صورة. لا. طب تخيليها أنت الآن في صورة، بس مجرد ما تتخيليها في صورة، لما تتخيلي أنت جالسة في مكان طبيعة، جبل ونهر، زرع وشجر، بومة على الشجرة، بسة وفار بيلحقوا ورا بعض، بتطلي في السماء في نجوم وغيوم وقمر. اوكي، اسهل علي. بالضبط، فرقت معك كثير. جبل ونهر وغيوم وبسة وفار بيجروا، و الشجرة اللي كانت اشعل. صح، في شجرة. يعني هنا الان بتلاقي نفسك اخذتي اكثر من 50% تقريبا من الاشياء اللي بتصير. كيف بنحسبها؟ ايش اللي ممكن يصير فيها؟ الان عشان نشغل نفس الحركة في المقابلات، في المواقف اللي بتصير فينا مع الناس. لما تقابلي احد، لو قال لك اسمه، انت اصلا في وسط الكلام نسيت الاسم. فحيقول لك ولا يجي احد ثاني بيسلم عليك، تبي تعرفيه بالشخص اللي قدامك دوبه قال اسمه. بس ناسي انت. فلان. ليه؟ ايش نسوي؟ اللي ذكي فيها دكتور عبد العزيز خوجة، وزير الاعلام السابق، فنان فيها ما شاء الله. اول ما يسلم على احد يطل فيه ويعيد اسمه، تقولي له خلود النمر، خلود النمر، النمر، خلود، خلود يقرب لك فلان من بيت النمر، عبد المحسن النمر يقرب لك، فاهمه؟ يبدا ايش يسوي؟ يربط الشيء في ذاكرته. عبد المحسن نمر يربط بشخص معروف، يربط بحاجه معينه. عاد اسمك قالوا، فكذا تحركت الكلام. طب ليه هو تذكر هو ما تذكرني انا؟ يمكن على يعرف احد شخصيا. وجه كل التحيه طبعا، الفنان الرائع عبد المحسن نمر. فالفكره فين؟ والدكتور خوجه طبعا. طب هذا الانسان، يعني هذا عشان تفتكريه مثلا، اربطي اسمه بشخصيتين او اسمين معروفين. اسمه دكتور عبد العزيز خوجة، عبد العزيز ملك عبد العزيز، خيلي كان داخل مع الملك عبد العزيز. اوكي، خوجة اعتبريه كان لابس بدله خواجه. طيب، فحيتربط معاك يا عبد العزيز خوجة. صح، هذه اللعبه جدا تفرق معاك باشخاص كثير. الاسم، انا اسمي طراد باسنبل، تخيلي اني ماسك سنابل
واسمي طراد يعني مطارده معنى الاسم مثلا او طراد ناس يشبهوه بالطراد حق البحر فاربطي باشكال اربطي باشياء بصريه وعيدي الاسم مره ثانيه يقرب لك فلان باسنبل مثلا دكتور اسلم باسنبل يقرب لك احمد باسنبل والدك ايش اللي يقرب لك في القاعده الجويه اربطي بالذاكره اربطي بشكل وكرر الموضوع كرر الاسم مره ثانيه. طيب احنا تراد يعني الموضوع والله انا جدا حبه لانه انا فعلا من الناس اللي بتعاني من هذا الموضوع. خلينا نشوف اذا في ناس اكثر مننا بيعانوا من القصه هذه ونشوف كذا باستطلاع الراي هذا ايش كانت ردود او اجوبه الناس. خلينا نشوف استطلاع الراي ثم نعود لتكمله الحوار. يعني عندي مشكله مع اسماء احيانا انسى كثير الاسم لكن دائما يعني بشوف اشخاص واقول له انا شفتك يعني عارفك قد مريت عليه قبل كذا بس بالنسبه لاسماء عندي عاد مشكله معها. اتذكر الشكل لكن الاسم غالبا ما تفوت بينه يعني. احفظ الوجيه بس ما احفظ اسماء ابدا. لا انا الحمد لله ربي انا اكرمني بنعمه اني اذا واحد شفت حتى لو بعد 5-6 سنين حتى لو ما دار بينه وبينه اي حوار احفظ شكله على طول يعني. اتذكر الشخص بالموقف بصراحه. يعني مش كده شكل صورة لا ما أتذكر بصراحة أنسى. هفتكرك من الكلام اللي صار بيننا إذا صار موقف وقتها هفتكرك بالموقف طبعا مستحيل هفتكر اسمك. إذا مر علي يعني كذا مرة خلاص أحفظه بس إنه الاسم هذا لا من الوجه أتذكر إني قد شفت الآدم هذا. أنا أتذكر طبعا أنا من الأشخاص اللي أبدا ما أنسى بالذات ما أنسى أشخاص يعني أنا بشكل عام ما أنسى أحد لكن أشخاص اللي تركوا بصمة في حياتي. إذن مشاهدي الكرام إحنا شفنا التقرير وحيعلق لي عليه الآن تراد باسنبل. تراد أبغى تعليقك الآن فاكره كله؟ يعني شفتي لو لاحظتي معظم الناس يقول لك أفتكر الشكل الصورة بألف كلمة. يعني شخص بيحمي ولده وفي طلقات نار بتيجي عليه مين؟ درة حمد. يعني شوفي كم مرة شفتي الدرة. ممكن تكوني شفتيه مرة واحدة في الأخبار طفل على البحر ما نبغى نجيب مشاكل أو إيلان. أشياء مأساوية على طول إيلان ارتبطت الصورة عندك الذاكرة البصرية قوية جدا لما تشوفي شيء تقدر لا بس إحنا بنتكلم على حدث أنت بتتكلم مش وجه أنت بتتكلم على حدث كبير هز الكرة الأرضية أنا ما في النهاية بالنسبة لك أنت لعقلك يعني. هو عبارة عن صورة انطبعت فالأغلب الناس لو لاحظتي أفتكر الشكل أنا شايفه قبل كذا بس ماني فاكر الاسم فيحتاج نصور الاسم زي ما صورنا الشخص هذا حفظناه في صورة نحتاج نصور الاسم ونحط كل محركات الدماغ المركز السمعي المركز البصري مركز النطق في مراكز في الدماغ حتى لو ممكن أربطها بحركة يعني أتخيل هذا الشخص بيعمل حركة معينة كذا أنت ممكن ما تنسي وقد ما تكرر في الكلام عارف يطراد أنه كذا 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 معاه في الموضوع فاكرة يا خلود كذا كذا الموضوع وأنت بتتكلمي هذه حركتين فيها انك تكسبي ود الانسان اللي قدامك لما تستخدمي اسمي احس بانتماء انه انا واو والله بتقول اسمي هذا تقرب مني يس هذه فيها تقرب من الشخص اللي تتكلمي معاه ومنها انه انت جالسه تطبعي الاسم في الذاكره لو تلاحظي كمان في نقطه علميه جدا مهمه خلايا الدماغ خليه وفي لها زي الاخطبوط زي الارجل تمام. فالفكره انه من خليه لخليه في فراغ في مقاومه الكترومغناطيك يسموها يعني تفضلي أنا يعني أبغى أكمل معك بس عندي مداخلة هاتفية ضرورية جدا عن هذا الموضوع تحديدا لأنه مثل ما ذكرنا أنه منتشر لدى الكثيرين إحنا معنا عبر الهاتف أو أستاذ فيصل الشامان مدرب علم الفراسة وقراءة الوجوه يسعد لي مساك هلا حياكم الله جميعا أحيي بالأخت الكريمة وأحيي بالأستاذ ايوه بالاستاذ الكريم الله يحفظه نسيت اسامينا واحنا بنتكلم على الوجيه بس الاسامي كمان نسيتها لا 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 هو مش الموضوع مش كذا بس هو الاستاذ طراد على طراد باسنبل انه ذكرني بكلمه السنابل والشغلات هذه فذكرته على طول الله يحفظه الله يسلمك عموما احنا موضوعنا جدا شيق وحاب اسال حضرتك يعني اول سؤال هل الملامح ملامح الوجه بشكل عام يعني ممكن تفيدني أنا كإنسانة بتقابل أشخاص كثيرين كل يوم من خلال برنامجي أتكلم على مثالي أنا كشخص إعلامي ممكن تفيد حفظ ملامح الوجه ممكن تفيدني بمعرفة الشخص لفترات متباعدة يعني هل الملامح ممكن الواحد يتذكرها رسمة الملامح يتذكرها الواحد بشكل أسهل ولا إيه اكيد اللي هو وربطها بالاسماء زي مثلا فكره ممتاز. الفكره اللي قالها شكلك على فكره الفكره اللي قالها الاستاذ طراد هي
اسمها الاستراتيجية الطمر. الصاد معناها صورة، والميم معناها ميزة، والراء معناها رب، تمام؟ نربط الصورة بالميزة يجي عندنا مكون معين اللي هو مثلا عندنا لو جينا مثلا نبغى جانا تعرف عليه واحد اسمه حسين، تمام؟ أربط صورة حسين بصورة مثلا اللاعب حسين عبد الغني، فصار هنا في عملية ربط حسين عبد الغني حسين، فلما أول ما تشوف الشخص تتذكر حسين عبد الغني، تتذكر أن هذا تعرف أن هذا الشخص اللي اسمه طب حسين. بجد يا أستاذي فاضل، طب واحدة زي يعني برنامجها ويومي مباشر كل يوم بتقابل 4-5 ضيوف، كيف أفتكر يعني خلصوا الحسينات على كرة الأرضية وخلصوا كل لعيبة الكرة وخلصوا كل الفنانين، أفتكر مين؟ لا هو 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 كمان في 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 فيها فيها يعني زي ما تقولي توابع معينة. مثلا أنت في العلامات الوجهية، مثلا الحسين هذا عنده علامة مميزة في وجهه، تمام؟ مثلا سكسوكة في مصلح عملية مصلح السكسوكة هذه في الذقن، تمام؟ أو مثلا عنده مثلا كدمة معينة، أو مثلا يعني شيء واضح في 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 شخصيته، مثلا عيونه زرقاء أو شيء زي كذا، فأنت تربط الزراق بحسين بالشغلة هذه، فهي تصير مثل عملية الربط بين الجسم وبين 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 الشخص هذا. طيب يعني ربط الملامح بالاسم هذه عملية ممكن تسهل أكثر. طب المواقف الحرجة اللي بيتعرض لها الإنسان بلحظتها، بيجي أحد يسلم أهلا وسهلا مش عارف إيه والكلام اللي أنت عارفه، كيف الإنسان ويكون ناسي الشخص، كيف أنه ممكن يحفز ذاكرته أنه يتذكر بسرعة ويتلافى الموقف يعني البايخ شوية؟ هذا ينقلنا إلى موضوع آخر اللي هو إحنا زي ما قلنا استراتيجية ثمر، هذا لازم يعني ترسخ الأسماء عند الشخص. في استراتيجية ثانية اللي هي والله أنا نفسي أسمع الاستراتيجية الثانية، لكن للأسف يعني ضيق البرنامج ما بيسمح لنا، بس أكيد أكيد أستاذ الفاضل إحنا هنستضيفك لأنه البرنامج أكيد أو الفقرة هذه مهمة للجميع. آخر تعليق لك تراد اللي كنا نتكلم عنها، التوصيل اللي بين خلايا الدماغ في مقاومة. كل ما تكرر الأمر اللي بتسويه كل ما خفت المقاومة. اللي بيقرأوا الكهف كأنهم حفظوها، لما تروحي مشوار بيتك للعمل أحيانا بتروحي مشوار ثاني تلاقي نفسك وصلت البيت لأنك خلاص محفور في بالك أنك ناسي أي شيء ثاني. نفس الحكاية، حاولي تكرري، تكتبي، اتصلي، تواصلي مع الناس. عجبتني حركة لما تقابلي أحد فجأة، ممكن أنا ألعب لعبة ثانية إذا كان ماني فاكر الشخص، أقول أنا أخذت رقمك المرة اللي فاتت، لا بالله اكتب لي رقمك وسيفه بالإنجليزي كيف السبيلينج حق اسمك. فممكن تخرجي من الموقف. لا الكلمة المعروفة عارف إيه؟ أصلا أنا غيرت الجوال. شكرا لك تراد، يعطيك ألف ألف عافية، وإن شاء الله لنا حديث آخر في هذا الموضوع. أنا أصر على الحديث في هذا الموضوع قبل ما نتدرب على أشياء. لا خلاص أنا حشرت بيدي بعد اللي عملته فيها. إذا مشاهدي الكرام، إحنا في هذه الفقرة الشيقة نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله. فقرة جديدة ويوم جديد وحلقة منوعة من برنامجكم اليومي والمباشر. سيدتي إلى اللقاء.